Sehr geehrter Herr Präsident, danke, dass wir uns so kurzfristig treffen konnten. Es ist eine sehr ernste und schwierige Zeit. الوقت الراهن الذي هو وقت صعب جدا نتقابل فيه في القاهرة. بالأمس سمعنا بخبر الانفجار الذي طال مستشفى في غزة أودى بحياة العديد من الضحايا، ونحن لا نعلم حتى الآن ما حدث بالتحديد. إنه من المهم أن يتم الإفصاح عن هذا المتسبب في هذا الأمر. نحن نواسي الضحايا وأسرهم ونتمنى الشفاء للمصابين. هذا الأمر يوضح أيضا أن حماس قامت بهجماتها الفظيعة الإرهابية، أتت بتبعات فظيعة وإرهابية على مواطنين في إسرائيل وكذلك المواطنين في غزة. أنني أقول هنا في القاهرة مرة أخرى في وضوح شديد إن الهجوم قامت به حماس على إسرائيل لا يمكن أن يبرره أي سبب، ونحن ندينه بأشد العبارات. كل دولة في العالم لديها الحق، بل عليها الواجب أن تدافع عن نفسها وأن تحمي مواطنيها، وهذا الحق لإسرائيل أيضا. فخامة الرئيس، لقد تباحثنا بشكل مكثف عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، والأمر واضح لنا جليا أن الفلسطينيين ليس هم حركة حماس، وأن حركة حماس ليس لها الحق في أن تتحدث باسم الفلسطينيين، وهي تأخذ الأبرياء كأسرى وتأخذهم كدروع بشرية. إن هدفنا هو حماية المدنيين وأن نفعل شيئا ضد هذه المعاناة التي يعاني منها المواطنين. ولهذا قد أتيت إلى مصر، لأن مصر هي جار مباشر لهذه المنطقة، وأن مصر تتأثر من تداعيات هذا الأمر. نحن نعمل سويا أن نصل بالمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. الناس يحتاجون إلى الماء والمواد الغذائية والأدوية. أستطيع أن نقول إليكم فخامة الرئيس أننا لن نترك المواطنين هناك وحدهم. إن العالم سوف يقوم بدوره في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المدنيين. فخامة الرئيس، إن مصر وألمانيا يجمعهما أنهم يودون منع أي أن تداعيات هذا الأمر أن تنتشر في المنطقة، وأنا أحذر هذه الدول الأخرى من أن تتدخل في هذا الصراع. بالتعاون مع مصر نود أن نمنع تبعات هذه الحرب الفظيعة. في الماضي قمتم فخامة الرئيس بدور مهم جدا في التفاوض، وأود أن أنتهز هذه الفرصة أن أعبر لكم لمعاليكم عن خالص تقديري لهذا. واليوم تحاولون أيضا تبذلون المساعي في تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد، وهذا يرتبط أيضا بموضوع الأسرى. نحن نقوم بكل ما في وسعنا أن نحرر هؤلاء الأسرى، وكان هذا من أهم الموضوعات التي تناولناها. فخامة الرئيس، حتى أن مقاومة الأزمة هو ما يهمنا في وقت الراهن، فأود أن أتحدث أيضا عن مجالات التعاون الاقتصادي فيما بيننا. إن ألمانيا تقدم استثمارات جيدة جدا في مجال خطوط السكة الحديدية وفي مجال البيئة، وهذه كلها علامات جيدة. أيضا انضمام مصر إلى نادي المناخ. أنني أتوجه إليكم فخامة الرئيس بخالص الشكر على هذا اللقاء المثمر الذي حظيت به اليوم، وأتوجه إليكم بخالص الشكر على حسن وحفاوة الاستقبال، وأتمنى أن أراكم في مصر وفي ألمانيا.